هنغير، هنخلي الطلوع من هنا. ادري انتوا تلعبوا هنا، انا ابغى اشوف لي مكان صعب. انا اطلع من الصوره واحده. راعي جيمس انسحب. كان يطعطع هناك ما ادري ايش يا تركي. الدباب مع ابو يوسف والطليز. والله قوا والله. شعرك ايش جاب عليه ده؟ ما ادري بس ما هذا الطريق. ما هذا الطريق لمين؟ للي جاي. محمود انزل حنغير اليوم، حنخلي الطلوع من هنا مو زي كل مره من هنا. ايش رايك استاذ محمود؟ ادري انتوا تلعبوا هنا، انا ابغى اشوف لي مكان صعب. انا اطلع من الصوره واحده. بالتنسيم ولا بدون؟ لا من الصوره بس الدبل. طب ممكن اسالك سؤال؟ بس وقت جاوبني بصراحه. ليش العلامه هذه شغاله؟ حق الكفرات. هذا عشان فك الاي بي اس، شغل الاي بي اس مع التراكشن مع ما حق الكفرات مع البريك كلها تشتغل مع الاي بي اس. تي بي ام اس. ما هو هذا النظام؟ بريس 1. يلا من هنا حول. حياكم الله متابعينا الاعزاء واهلا وسهلا. لا تنزل، روح من هناك، داور من هناك. لا بالله عليك لا. لا 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 من هناك من هناك من هناك. تعال يا تركي، تفضل يا تركي، يعني تفضل. استاذ علاء وياي انت، يعني تفضل. طيب يا اخوان زي ما قلنا اليوم حيكون تغيير، حيكون الطلوع من هنا. استعانت فيها. اي طلعة جامدة. ليش الطلوع من هنا؟ الطلعة هنا اقوى، فاحتمالية ان واحد يعلق. ابو يوسف، بس ابو يوسف جاء ماشي 6000. انت تستطيع لسه. لا 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 تخربها، لا تخربها، لا 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 لا. من هناك من هناك من هناك ابو يوسف، من هناك من هناك. يا تركي لازم نحط علامه، ما نخلي احد يدعس كذا وينطلق، لازم نحط علامه. شوف معليش تركي حتعبك معايا. ايوه اذا عندك قاروره ولا شيء. حلو بس عندك عشان التنسيم، عشان التنسيم الشباب ما هم منسمين تمام. شباب هذه العلامه جابوا اللي تركي حطها الانطلاق من عندها. ما في مشكلة يكون الكفر الأمامي عندها، ما في مشكلة عشان التنسيم. ما أنتم منسمين كثير زي محمود يعني. يجي يضحك. بدون دبل صح؟ أيوه بدون دبل. قدم. يلا انطلق. يلا. محمود أرجع. انسحبت أرجع. محمود ارجع. شوف انسحب راعي الجيمس انسحب. يروح ساهر كمان. بس يلا تفضل، يعني تفضل. يلا زبون تعالوا، يلا تعالوا بسرعة 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 بسرعة.
في شر أعمالك. أكوين أقبع أقبع مين جاب من بعده؟ أبو محمد يتقدم. يتقدم الأستاذ تركي، يتقدم الأستاذ تركي. ما الذي يحدث يا أيها الإخوة؟ أبو يوسف العلبة لا تنضرب، أبو يوسف العلبة لا تنعدم حق الدركسون، علبة الدركسون. عارف إنه ما في دبل ثقيل. رجع من هنا. قفل 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 قفل. الطلوع من هنا، لا 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 تطلع من عندك يا تركي، لا الطلوع من هناك عشان ندور زبون ثاني. يتقدم ابو يزن. هذا هو الانتقام، والله عدمه. استاذ محمود، هذا ما كان يطعطع هناك، ما ادري ايش ما ادري والله. تفضل يعني تفضل استاذ علاء انت وياه. يتقدم تركي. يا تركي الدباب مع ابو يوسف، والله هذا وقع في شر اعمال، والله دخل سائل ركان. شو الطليز؟ والله قوى، والله عارف عارف عارف. والله إجرام يا عيال، والله انتو ايش؟ اقول حق ساكن مركب البدايه، والله اكل تراب. الحين طلع من هنا. والله ابو يوسف انت من المحل المجيد. وعد وعد حق 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 أسأل. خلينا نسمع رأي الأستاذ أبو يوسف. أتفضل يعني تفضل، يعني شعرك إيش جاوب عليه؟ ما أدري بس دقيقة. إيش قول؟ تفضل. أنا جاي من هنا، كله بيجي من هنا. أنت تشوف كذا؟ إي والله أنا أشوف. طيب ها، من حقك، من حقك إنك أنت الطالب. ما عندي ثقيل أصلاً. صح، هذه ضربة. صح يا إخوان، يا إخوان من حق الأستاذ أبو يوسف إنه يقول من وين يندفن، ما هذا من أبسط حقوقه. إيش بتسوي؟ ما هذا الطريق لمين؟ للي جاي. مين جاي؟ يا اخي اقسم بالله انا كنت شفت وسخين لكن زيك ما شفت. الرجال يبغى من تحت لفوق، ايش تسوي؟ طيب يلا. نحرمه؟ ما نحرمه، نعطيه كل شيء. طيب يعني تفضل. مين يجي يصور؟ ابو يوسف تصور نفسك وانت تدفن؟ ما اعرف صور يا اخي. طيب. انت مبسوط؟ الحمد لله. ايه من هناك، من هناك، بعد دماغك، بعد دماغك. من هناك.
هذا خليه هذا خليه هذا لو يجلس يدفن لو يجلس يدفن فيك من هنا لبعد 6 ايام ما وصلت بتعبي يلا اي من هنا الركان يصير له تصوير صح انا معاك انا معاك ايش هو المشكله والله يطلع انت حلفت صح بس يعطيك اصلا مغرز هناك مغرز مغرز يلا 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 اي من هناك يا عيال من هناك اي خلاص خلاص اخر واحده من هناك الطلوع من هناك خلاص الطلوع من هناك لا والله والله عيب خذ واحد واحد هذا من مسكين والله والله ما طلع البر الاسبوع اللي فات خلاص تعال بس يا شيخ بس يا شيخ للسكس عشان السهل من هنا ما ادري جاي معاهم لكن من هنا يورينا صدقني ابو جميل حيغير شوف الفرامل شوف الفرامل كيف ولا شيء يا
جاء شيء على السيارة، انت ما تعب. مشي مشي. خلاص 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 خلاص. Oh, so it's...